السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حبايبي وصفتنا هنعمل لكم الكريم كراميل بطريقة تانية خالص. هنحط له مكونات إضافية غير اللي موجودة فيه، وهنجيب الكراميل الجاهز، مش هنتعب نفسنا ولا هنعمل أي حاجة تانية، بس هنضيف عليه إضافات هتوديه في سكة تانية خالص مختلفة عن شكله اللي متعودة عليه. شايفين جماله؟ شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ عايزين نشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي، وايه المكون اللي حطيناه خلاه طعمه مختلف وشكله كمان مختلف. ندخل الفيديو ونكمله للآخر ونشوف وصفتنا الجميلة دي عملناها ازاي. بس نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، ونحط لايك للفيديو. لايك يا حبايبي، اللايك بترفع الفيديو وتخليني استمر. ونشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ناخد حتة كده نشوف جمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله. نسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله. ما شاء الله طعمها تحفه تحفه تحفه. يلا حبايبي نشوف عملنا الكريم كراميل ده ازاي. شايفين؟ شايفين الطعم الجميل فيه ازاي؟ بصوا كده، حطينا فيه حاجات تانية خالص غير اللي احنا متعودين عليه. يعني ما خدناش الكيس وعبينا وحطينا كده على طول، لا، احنا زودنا له شويه حاجات كده خلت له طعم وشكل تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله ما شاء الله. انا هخلصها. يلا حبايبي نشوف، نكمل الفيديو للاخر ونشوف الوصفه الجميله دي عملناها ازاي. يلا بسم الله. يلا بسم الله حبايبي نبدا وصفتنا. انا هسهلها عليكم خالص اهيا. انا هنجيب الكريم كراميل الجاهز وهنعمله بكل سهوله خالص، وهنشوف المكون اللي هنضيفه عليه ايه هيخليه طعم تاني خالص، هيوديه في سكه تانيه خالص بنفس الباكت الجاهز ده. حبايبي العلبه دي انا جايباها عرض كده، عليها اتنين في بعض. تقدر انت تجيبي العلبه اللي هي لوحدها وتعملي برضك المقادير بتبقى مكتوبه عليها. كل باكو بياخد 2 كوبايه لبن، الباكو بياخد 2 كوبايتين لبن. طبعا بتبقى العلبه معاها الكريم كراميل بتاعها. حبايب قلبي احنا دلوقتي هناخد الـ2 باكو هنعملهم مع بعض. معانا هنا اللبن، انا جايبه 5 كوبايات لبن. ليه 5 كوبايات لبن؟ علشان المكون اللي انا هضيفه محتاج لبن كمان. احنا قلنا الكيسه بتاخد، الكيسه بتاخد 2 كوباية او نص لتر. معانا بقى هنا هنفضي الباكت هنا ونشوف المكون اللي هنحطه ايه اللي هيخليه طعمه تاني خالص. اللبن اللي يكون بارد. احنا هنعمل الكريم كراميل الاول على البارد ونقلب كل حاجه وبعدين نروح نشوف على النار. اهون يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. ده اول واحد. التاني. وعلشان بقى احنا مزودين 1 كوباية لبن هنزود معلقه كبيره كده من السكر. بس الاول بقى نقول لكم على المكون اللي هنحطه ايه حبايب قلبي. ده ايه بقى؟ ده دي السميد او دي السيمولينا. هنحط معلقه كبيره كده حلوه على اللبن. المعلقه دي بقى هتخلي الكريم كراميل حاجه تانية خالص. ولسه كمان هنحط اضافه كماني، هنشوف النتيجه بتاعته تبقى شكلها ايه، هايله مختلفه خالص عن المتعوده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه كبيره محترمه كده. نقلب بقى كويس جدا كده ونحط كمان معلقه سكر. معلقه واحده بس كبيره. المعلقه دي حبايبي انا حطها بس عشان انا مزوده 1 كوباية من اللبن، عشان ما تبقاش دلعه. هي سكرها بيبقى حلو، هي فيها سكر وفيها كل حاجه. نقلب بقى كويس جدا كده قبل ما نرفع على النار. وتعالوا بقى نروح على النار نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلبي كويس كل ده على البارد، اوعي تحطيه لبن سخن، كل حاجه على البارد. بسم الله. بسم الله. جينا على النار بقى حبايبي كده رفعناه، ونار ما تكونش عاليه قوي، يا دوبك ايه نار تبقى متوسطه، ونفضل نقلب كده لحد ما يغلي. ايدك ما تترفعش منه. بسم الله. لحد ما يغلي.
اهو يا حبايبي كده بدأ يغلي، نطفي عليه بقى النار ونروح نشوف القالب بتاعنا. نطفي عليه بقى، هو بيبقى سايل كده ما بيبقاش ماسك، هو بيمسك لما بيبرد. يلا نشوف القالب بتاعنا. هتجيبي بقى القالب بتاعك الموجود عندك، اي قالب، وهتجيبي بقى سكر الكراميل بتاعه كده ونحطه فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفضي الاتنين كيس كده اهو. بسم الله كده فضينا الاتنين الكيسين كده في ارضية القالب بتاعنا. يلا بقى نجيب الخليط بتاعنا. يلا حبايبي بسم الله كده الخليط بتاعنا نحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان عشان نعزز طعمه ونخليه بقى حاجة كده تحفة، هنجيب بسكوت، اي بسكوت عندك سادة، هنحطه كده على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نغطي بيه الوش كله. بسم الله. اي نوع بسكوت عندك حطيه. نزله بس تحت شوية كده حاجة بسيطة عشان يطرى ويبقى معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبه بقى يهدى شوية وندخله التلاجة لحد ما يبرد، ياخد له حوالي من 2 لـ3 ساعات في التلاجة، وبعدين نطلعه نشوف النتيجة بتاعته شكلها ايه. وطلعنا قالب الكراميل حبايبي من التلاجة، خد حوالي 3 4 ساعات في التلاجة. طلعناه كده، هنقلبه بقى في طبق ونشوف نتيجته نهائية شكلها ايه. نقلبه بقى في طبق كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اي صينية عندك بقى وتقلبيه فيها كده، بسم الله كده. هو سهل، هو سهل يعني ايه، مش لازق، شايفين كده بيتحرك معانا، يعني ما هوش مش لازق قوي. يلا نقلبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكله النهائي حبايبي، خرج من القالب بكل سهولة خالص، ما لزقش فيه ولا حاجة. لو انت حاسة ان هو يلزق منك، حطي القالب في مية دافية بسيط، شوية بسيطة كده، وبعدين يطلع منك بكل سهولة. بس انا ما خدش مني، ما حطيتوش في مية ولا حاجة، طلع بسهولة خالص، يعني ده لو لزق منك. حبايب قلبي دي كانت وصفتنا النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى من صالح دعائكم لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اللي مش عامل متابعة ينزل يعمل متابعة عشان يوصلوا مننا كل جديد. اشوفكم على خير في وصفة تانية ان شاء الله.